السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله النهاردة مع امتحان أبناؤنا في الخارج علشان نشوف الأفكار اللي موجودة واللي جاية إزاي. الأفكار اللي موجودة معظمها إحنا الحمد لله بفضل الله قدرنا اللي إحنا نغطيها قبل كده في حلقات سابقة، زي ما إحنا هنشوف دلوقتي. اللي ما سمعش دروسنا المتعلقة بالصف الثالث الإعدادي يا ريت يرجع لها ويشوفها ويرجع لنا تاني، هيلاقي كل اللي إحنا قلناه بفضل الله موجود في امتحان أبناؤنا في الخارج. هنبدأ ونقول على بركة الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السؤال الأول بيتكلم على الديالوج، والديالوج زي ما احنا قلنا 4 درجات. قبل ما نحل الديالوج اعمل بصبعك كده بإيديك كده وقول إن الديالوج والصورة ده مرتبط بإيه؟ مرتبط ببعضه، يعني السؤال مرتبط بالإجابة، ممكن الارتباط ده يكون جاي من تحت خالص زي ما احنا هنشوف دلوقتي. سامي وعلي بيتكلمهم، فسامي بيقول لعلي: هلو علي، وير ار يو جوينج، أنت رايح فين يا علي؟ ممكن الإجابة هنا تكون أي إجابة، لكن زي ما أنا قلت لأن الديالوج مرتبط ببعضه هنقرأ تحت ونشوف. هيسأله سؤال تاني إجابته: I am going to borrow a book، أنا هروح أستعير كتاب. يبقى أنا مش هستعير كتاب من البنك، ولا هستعير كتاب من المستشفى، أنا هستعير كتاب من المكتبة. يبقى لما أقول Where are you going؟ يبقى الإجابة هتكون I am going to the library. I am going to the library، أنا رايح المكتبة. طيب سؤال تاني إجابته: I am going to borrow a book. I like reading at home. I am going to borrow a book. أنا هستعير إيه؟ هستعير كتاب. يبقى هنا عايز أقول له: طب أنت هتعمل إيه في المكتبة؟ هتعمل إيه فين إيه؟ هتعمل إيه فين؟ في المكتبة. مش كده؟ هتعمل إيه في المكتبة؟ يبقى what؟ ها؟ Are you what are؟ ها؟ You going to do there؟ أوكي. What are you going to do there؟ يعني أنت هتعمل إيه هناك؟ قال له I am going to borrow a book. I like reading at home. Okay. Can I find books about history there? يعني ممكن ألاقي كتب عن التاريخ هناك؟ أكيد المكتبة، والمكتبة أكيد فيها كتب عن كل حاجة. يبقى هيقول له ها yes of course. نعم بالإيه؟ ها نعم بالطبع. طيب. أوكي تمام. سؤال إجابته of course. You can come with me. ايوه بالطبع انت تقدر تجي معايا. زي ما احنا خدنا ترتيب السؤال قبل كده: سؤال، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساسي. فاذا كانت الاجابه فيها يس او نو او اوف كورس، يبقى السؤال بادئ بفعل مساعد. كل اللي عليا ادور هنا على الفعل المساعد. في فعل مساعد اسمه ايه؟ اسمه كان. يبقى انا هبدا بايه؟ هبدا بالفعل المساعد اللي هو اسمه ايه؟ هبدا بالفعل المساعد اللي هو اسمه كان. طب والفاعل اللي هو كلمه يو، كلمه ايه؟ يو يحول الى اي. تمام. يبقى كان I، وتكمل على طول come ها with، بس بدل مي عايز ضمير فاعل، يبقى can I come with you. تمام كده. can I come with a، can I come with you. هيقول له of course you can come with me. السؤال الثاني سؤال المواقف او السيتويشن، وده بيبقى عليه 3 درجات، وسؤال بسيط وسهل جدا وبفضل الله قدرنا ان احنا نحل فيه نقاط قبل كده وهنشوفها دلوقتي. السؤال الاول بيقول لي يو دروب ا جلاس اوف ذا اون ذا فلور، يعني انت وقعت كوبايه على الفلور. يور سيستر ووكس انتو ذا روم، واختك دخلت الى الغرفه، يا ترى هتقول لها ايه؟ هنا انت بتنصحها، يعني انت هنا بتقدم الايه؟ بتقدم النصيحه. يبقى هتقول لها يو ها شودنت، you a ها you shouldn't walk into the ها room، او you should be careful، او you should be a ها you should be careful، you should be a you should be careful، يعني يجب ان انت تحترسي. السؤال الثاني: a friend says that Athens is bigger than London، واحد صديقك بيقول لك ان اثينا اكبر من لندن. You don't think this is correct، يعني انت بتعتقد، انت بتقول ان ده ما هو صحيح. هنا الاعتقاد هتقول يا اما تقول I think، يا اما I ايه I don't think. تمام كده. هنا بيقول لك you don't think، يبقى انت هنا اكنك بتقول له I ها I don't think so. I don't think إيه؟ I don't think so. أنا لا أعتقد ذلك. ما هو بيقول له you don't think this is correct. Okay. السؤال الثالث:
Your cousin invites you to his wedding. يعني ابن عمك بيدعوك إلى الويدنج، حفلة الزفاف بتاعته. You accept his invitation. يعني أنت بتقبل الدعوة بتاعته. يعني دي سهلة وبسيطة جدا. ممكن تقول له ها I'd love I'd A ها I'd love to I'd love A to. ماشي معايا كده؟ اوكي. طب لو هو قال لك ريفيوز ارفض، تقول له I'm sorry I can't. طب قال لك ريفيوز مع ريزون مع سبب، يبقى تقول له I'm sorry I can't because I'm busy، لان انا مشغول مثلا على سبيل المثال. اوكي، ناخد بالنا من النقاط ديت. دول 3 درجات اتمنى يكونوا في جيبك ان شاء الله باذن الله. السؤال الثالث سؤال الكومبريهنشن او سؤال القطعه، ودي عليه 5 درجات. زي ما انا قلت لك وعلمتك قبل كده، انت بتحاول ان انت تقرا كل جمله، وتحاول بعد كل فول ستوب بتعمل داش صغير او خط مائل صغير كده ايتاليكس علشان تفهم الجمله بتقول لك ايه، وده يعني رجاء مني ليك يعني. اوكي اوكي مستر، نشوف كده. بسم الله. بيقول لي there have been hotels for hundreds of years، يعني يوجد او كان يوجد المئات من الفنادق على مدار السنين. But they might be different in the future، ولكن هيكون الوضع مختلف in the future. تمام، زي الفل كده، انا فهمت الجملة دي. Usually there are friendly people، ها مش معي كده، who write your name and address at the receptionist desk. يعني بيقول لك في دايما كان بيوجد او بيوجد لغاية دلوقتي friendly people، ناس كده ودودين طيبين، يجي بك كده في الاستقبال يقابلك كويس ويقول لك اي خدمة اقدر اخدمك بايه، اللي بيكتبوا اسمك and address والعنوان بتاعك at the receptionist desk في مكتب الاستقبال. carry your bags، حتى بيشيلوا لك الشنط بتاعتك to your room and give you breakfast in the morning، وبيحضروا لك الفطار في الصباح. In Japan there is a hotel where there are no people working at all. في اليابان في فندق، الفندق ده مفيش no people، يعني مفيش اي اشخاص. Working at all، مفيش اشخاص بيشتغلوا خالص هناك. All the work there هناك، هناك فين؟ يبقى اكيد في اليابان. Is done by robots، يعني كل العمل اللي هناك عن طريق الروبوتس، عن طريق الانسان الالي. When you first arrive، طب ازاي مستر رضا؟ نشوف بقى. When you first arrive at the hotel to check in، لما توصل للفندق علشان تعمل check in يعني تعمل دخول، robots tell you what to do، الروبوتات اللي هتقول لك تعمل ايه. You should enter information about yourself، تدخل معلومات عن نفسك. On a computer، في الكمبيوتر. The robots is able to communicate in lots of different language، مش محتاج واحد يتكلم عربي. لو انت بتتكلم عربي مش محتاج واحد يتكلم انجليزي علشان يتفاهم معاك. لو انت بتتحدث الانجليزية مش عايز واحد يتكلم اسباني لو انت بتتكلم اسباني. ليه؟ لان الروبوتات ديت communicate، تقدر ان هي تتواصل معاك in lots of different language، بلغات مختلفة. You don't need a key for your room، يعني انت مش محتاج key، يعني مش محتاج مفتاح علشان تدخل الغرفة بتاعتك. طب اعمل ايه يا مستر رضا؟ يعني لو انا معيش مفتاح اخش الغرفه ازاي؟ طب قال لك because a computer in the door will recognize you، يعني في كمبيوتر هيتعرف عليك اول ما تقرب من باب الغرفه، زي بالظبط التليفونات التاتش كده اللي بتتعرف على البصمه بتاع الوجه على سبيل المثال. There is a robot in each room that is able to turn the lights on and off، يعني هيبقى في روبوت في داخل الغرفه نفسه، بس مش عشان يراقبك ما تخافش، ولكن هو الروبوت ده قادر ان هو يقيد النور، يطفي النور، and answer simple questions، ويجاوبك على بعض الاسئله البسيطه، ويمكن اسئله تكون معقده بعد كده ان شاء الله باذن الله. تمام كده؟ تمام، قطعه بسيطه وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بيقول لي how do you think your hotels will be different in the future، يعني الفنادق، يعني انت من وجهه نظرك الفنادق هتكون ازاي مختلفه في المستقبل؟ طبعا الاجابات تختلف من شخص لشخص. ليه؟ لان هنا بيقول لك هاو دو يو ثينك، كيف تعتقد، ازاي بتعتقد، يعني الموضوع هيكون ازاي. انت ممكن تجيب من هنا، يعني انت ممكن تجيب منين؟ من هنا. يعني بيقول لك مثلا على سبيل المثال there is in the future there are no people working at hotels، مثلا على سبيل المثال، يعني في المستقبل مش هيبقى في ناس بتشتغل في الفنادق دي. يبقى ممكن تكتب كده وتقول I think there are no people working in the hotels، علشان هيبقى في روبوتس بتشتغل في كل ايه، في كل مكان. طيب السؤال الثاني،
what will enable you to enter that room. يعني what will enable، كلمة enable هنا بمعنى يمكن، يعني مين اللي هيمكنك ان انت enter the room، اللي انت تدخل الغرفة، مش معنى كده؟ زي ما انا كنت لسه بقولك مش هيبقى عندك key، اهو you don't need a key for your room، انت مش محتاج اللي انت يكون معاك key for your room. ليه؟ الاجابة بقى ها a computer in the door will recognize you. يبقى what will enable you to enter the room، اللي هيمكنك اللي انت تخش الغرفة، هتقول لي a computer in the door will recognize me، هو اللي هيدخلني. اوكي سؤال التالت، who writes the information at the reception desk، يعني مين اللي بيكتب المعلومات، مين اللي بياخد المعلومات في الريسبشن ديسك، في مكتب الاستقبال. دلوقتي اكيد الريسبشنست موظف الايه، موظف الاستقبال، لكن في المستقبل مين اللي هيبقى ياخد هنا منك المعلومات؟ اكيد هو الايه، هو الكمبيوتر او الروبوت على سبيل المثال. You usually check in the hotel when you، لما تعمل عملية check in، check in هنا يعني تعمل عملية دخول، تمام كده؟ هل هو when you arrive لما بتصل، ولا leave to gather، ولا travel to سافر، ولا stay؟ أكيد طبعا الإجابة الصحيحة هي كلمة arrive. السؤال الثاني، the underline word there، مش معي كده؟ يعني الكلمة اللي هي معنى there اللي احنا خدناها هنا ديت refers to، بتشير إلى إيه؟ احنا لسه قايلين دلوقتي اهوت، ها كلمة there اللي هنا دي بتشير لإيه؟ بيقول لك all the work there is done by robots، مش معي كده؟ هل هي في الفيوتشر، في المستقبل، ولا في الهوتل، ولا في اللانجويجز، ولا the robot؟ واكيد طبعا اللي هي ايه، باينة خالص اللي هي the hotel اهو، all the work there is done by robots، عن طريق الروبوتات. خمس درجات اتمنى ان هم يكونوا في جيبك. بالنسبة لأسئلة القصة، يعني أنا مش فاهم هو جايبها كلها أسئلة مقالية، يعني إحنا ما جناش أي حاجة بتقول إن الأسئلة كلها تكون أسئلة مقالية. إحنا زي ما إحنا قلنا السؤال الأول هو سؤال اختياري، يعني ما كانش فيه تعديل في الامتحانات. السؤال الأول اختياري أو أربعة اللي هو التوصيل ماتشنج، وسؤالين critical questions، بس إحنا هنجاوب زي هو عايز يعني. أوكي السؤال الأول بيقول لي why do you think that John was able to take the horses from the burning stables. أوكي يعني ليه من وجهة نظرك بتعتقد إن جون كان قادر إن هو يأخذ الحصانة خارج ال burning stables اللي هو الاستبلات المحروقة. إحنا طبعا قلنا ان الراجل اللي كان دخل علشان ياخد يطلع الستيبلز، يطلع الحصنة، ما قدرش ان هو يطلعهم، لان الهورسز بتبقى نيرفوس قوي، وبتبقى فرايتند قوي، بتبقى خايفه قوي، فعايزين واحد يكون فيري ايه، فيري كالم يعني. فهو جون هو اللي قدر. ليه بقى؟ هنقول ان جون بيكوز جون واز كالم، كالم يعني هادئ، يعني كان هادئ ما هوش نيرفوس، تمام كده؟ فعشان كده الحصنة في الحاله ديت ستوبد being a nervous، يعني توقفت عن ان هي تكون متوتره، وبدات ان هي ايه، وان هي تخرج. يبقى الاجابه النموذجيه هتكون بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده، because John was very calm so the horses stopped feeling frightened، عشان كده الحصانه توقفت عن الشعور بالخوف. السؤال الثاني بيقول لي why did Ginger sometimes kick or pipe people، يعني ليه كده بتعتقد ان جينجر كانت احيانا بترفس وتعض الناس؟ يعني احنا قلنا ان جينجر كانت بترفس وتعض لان الناس نفسهم ما كانوش كاينت، والكاتبه بتقول لنا ان احنا لو عملنا الانيمال بصوره كويسه الانيمال ده هيبقى كويس، تمام كده؟ وكذلك البشر زي ما احنا قلنا ملناش دعوه بالقاعده الشاذه اللي هي بيقول لك خير تعمل شرا تلقى، لا دي مش موجود. المفروض تقول خيرا تعمل هتلاقي الخير برضك، يعني الخير اللي هتعمله ان شاء الله باذن الله هتلاقيه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الانسان سواء في الدنيا او في الاخره، سواء في الدنيا في صحتك، في مالك، في ولادك، وهكذا. يبقى اعمل الخير وبس، لا تنتظر الشكر من العبد، ولكن انتظر الشكر من رب العالمين سبحانه وتعالى. على ربنا يجازي كل انسان بيفعل الخير. يبقى why did Ginger sometimes kick or bite people، الاجابه النموذجيه هتكون because people were not kind to her in the past، لان الناس ما كانوش kind معاها فين، في الماضي.
السؤال التالت بيقول لي what do you think should be done to a horse that has just run a long way؟ يعني ايه من وجهة نظرك اللي يحصل للحصان اللي جري مسافة طويلة؟ احنا قلنا ان بيحصل له ثلاث حاجات، المفروض بنعمل له ثلاث حاجات مش اللي جو جرين عملها. احنا جو جرين قلنا اخطأ ثلاث ايه؟ ثلاث اخطاء، ان هو ما اداش لي بلاك بيوتي بلانكت، ما ادالوش وارم ووتر، ما قعدش جنبه ولكن هو سابه من غير بلانكت من غير بطانيه، اداله بدل الوارم ووتر اداله كولد ووتر، وكمان ما قعدش جنبه ولكن مشي. فاحنا بنقول ايه اللي يجب ان هو يحصل لحصان لسه جاري مسافه طويله؟ هنقول ان الهورسز نيد ا بلانكت، هم محتاجين بطانيه تو ستاي وارم، ان تخليهم البطانيه دي بتخليهم دافيين، ان هم درينك وارم ووتر، يشربوا ميه دافيه مش cold water، and someone should watch them، ويجب ان في واحد يقعد يراقب الحصانه ديت عشان لو تعبت لا قدر الله ولا حاجه. السؤال الرابع بيقول لي why do black beauty stop on the bridge؟ يعني ليه black beauty توقف على البريدج؟ احنا قلنا ان because he felt something wrong، لان هو شعر ان في حاجه ما هي صحيحه في الـ في البريدج ده. وطبعا عرفنا بعد كده ان البريدج was broken in the middle، كان مكسور من المنتصف، يبقى الاجابه النموذجيه هتكون because he felt that something was a was wrong، لانه شعر ان كان في شيء wrong. السؤال الخامس هو سؤال اختياري، وقلنا قبل كده ان هو يعني اصبح ست جمل كلها على الفوكابلاري، ما عادش فيها اختياري للجرامر. فهنشوف دلوقتي بسم الله، هنقول an space is a person who helps in a shop or in a ticket office. طبعا احنا انا مراجع لكم الاختياري ده من التسع وحدات، كل الاسئله المتوقعه ان هي تيجي على مدار حلقه ثلاث حلقات، اللي ما سمعش الثلاث حلقات دول يا ريت يشوفهم، ممكن اسيب لكم الرابط بتاعهم اسفل او ممكن يوصل لكم دلوقتي. فهنشوف دلوقتي وهتلاقي معظم الاسئله الحمد لله فاضل اللي احنا حليناها موجوده في امتحان ابنائنا في الخارج. بيقول لي ان سبيس از ا بيرسون هو هيلبس ان ا شوب اور ان ا تيكت اوفيس، يعني هو شخص بيساعد في اي محل او في مكتب من مكاتب التذاكر. هل هو الاكتور الممثل ولا الاركيولوجيست ولا عالم الاثار ولا الاونر المالك ولا الاسيستنت؟ طبعا الاجابه الصحيحه هي الاسيستنت. السؤال الثاني ميني تورستس، كثير من السياح يوز ا بيستخدموا ا نقط to learn about cities history، عن تاريخ اي مدينه and places to visit والاماكن اللي بيزوروها. هل هم بيستخدموا الكاميرا علشان يتعلموا؟ هل هم بيستخدموا البوك شوب المكتبه؟ هل هم بيستخدموا التيكت التذكره؟ لا اكيد هم بيستخدموا كتاب الارشاد، يبقى اسمه جايد ايه؟ جايد بوك. السؤال الثالث I don't know how to get to your house. طبعا حلينا السؤال ده نصا، ازاي انا بيقول انا مش عارف اوصل للبيت بتاعك. Can you give me اكيد give me directions، يعني الاتجاهات، وهي الاجابه الصحيحه هي كلمه directions، ليست activities، ليست الانشطه، وليست costumes الازياء، ولا الconclusions اللي هي الايه الاستنتاجات. اوكي it is a space to take your passport when you go to another country، يعني من المهم ان انت تاخد جواز السفر بتاعك لما تيجي تسافر لدولة ايه؟ لدولة تانية. هل هو enormous ضخم يعني، ولا enjoyable ممتع، ولا essential ضروري، ولا easy سهل؟ هي اكيد طبعا الاجابة الصحيحة هي كلمة ايه؟ essential. essential يعني ضروري او necessary. salt is often used to، الملح، كلمة salt هنا بمعنى ملح. الملح يستخدم to not fish and other food، يعني يستخدم عشان يعمل ايه في السمك والأطعمة الأخرى. هل هو decorate يستخدم للتزيين، ولا celebrate تحية، ولا الباك اللي هو إن هو يحزمه يعني أو يجمعه، ولا preserve يحفظ؟ وهي طبعا الإجابة الصحيحة هي كلمة preserve اللي هو يحفظ. السؤال السادس that girl is a space she can't hear you، ما تقدرش تسمعك، وطبعا حلينا برضك الجملة دي نصا الحمد لله، ما تقدرش تسمعك، يبقى البنت ديت هل هي blind؟ blind هي إن هو أعمى، اللي هو مش hear بقى، لا ده سي، ولا tired يعني متعبة، ولا intelligent يعني ذكي، ولا deaf يعني أصم، وهي دي الإجابة الإيه؟ الإجابة
الصحيح. أسئلة ال rewrite rewrite the following using the words in practice عشان تدينا the same meaning نفس المعنى. الجملة الأولى بيقول لي the blue bottle has more water than the green bottle واستخدم less. يعني بيقول لك الزجاجة اللي لونها أزرق عندها مية أكتر من الإزازة اللي لونها أخضر، وبيقول لك استخدم less. يبقى أنت هنا هتقلب، هت إيه؟ هتقلب، هتبدأ ب the green bottle الزجاجة الخضراء has بدل more هنحط مكانها less water than، وتجيب البلو ووتر بوتل في البداية، فتصبح الجملة the green bottle has less water than the blue bottle. السؤال الثاني بيقول لي he can use the computer easily، يعني هو يقدر يستخدم الكمبيوتر easily، وبيقول لك استخدم كلمة able. احنا خدنا قبل كده ان كلمة able بيأتي بعدها to زائد فعل فين في المصدر، فكل اللي عليك هتقول ها he is able to use the computer easily. يبقى انت هتشيل كلمة can وتحط مكانها able a able to، يبقى he is able to use the computer easily. السؤال التالي بيقول لي mother baked him a cake، بيقول لك استخدم for him. هنا طبعا مفعول عاقل وبعدين مفعول غير عاقل، لما تبدأ بالمفعول الغير عاقل هتحطه في البداية وتحط المفعول العاقل في النهاية، بس هيجي ما بينهم يا اما for يا اما to. طبعا كلمة baked من الأفعال اللي بيأتي معها for، فتصبح الجملة mother baked a cake for him. بس كل اللي عليك سهلة جدا وبسيطة جدا، mother baked a cake for a for him. السؤال الأخير بيتكلم على الباراجراف، وطبعا الباراجراف زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو يعني حوالي 110 كلمة. وطبعا الباراجراف عليه درجة عالية جدا، يعني بتقترب من 8 درجات، يعني انا مش عايز اقول ان هو تلت الامتحان، الدرجة مثلا من 30، لو الباراجراف عليه 8 درجات فدرجة كبيرة جدا جدا جدا. فان شاء الله بإذن الله رب العالمين هنخصص له اكتر من حلقة ان شاء الله بإذن الله رب العالمين، ازاي نكتب الباراجراف ونضمن الثمان درجات قريبا بإذن الله رب العالمين. وبكده تخلص حلقة النهاردة من امتحان ابنائنا في الخارج بالحل بتاعه بالافكار بتاعته. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا، ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناه، تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، لكن احنا عندنا الجديد والجديد والجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.